شهدت القاهرة افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري، وقد جاء ذلك بحضور وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ومحمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري. وأوضح وزير الصناعة أن المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي. وقد شهد الوزيران خلال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية والقطرية في مجالات العقارات والصناعات الغذائية والسيارات. طبعا دعم للاستثمار ما بين الجانبين والتبادل التجاري ورفع التبادل التجاري ما بين الجانبين راح يكون له اهميه، مثل ما ذكرنا يعني اليوم احنا نتكلم بمشاريع يعني استثمارات بالمليارات من الدولارات، مثل ما احنا محتاجين الى اسواق، طبعا جمهوريه مصر محتاجه للاستثمار نفسه، واحنا في نفس الوقت محتاجين الى يعني قاعده من الاسواق اكبر. طلعنا على فرص اخرى واحنا متحمسين جدا للاستثمار في 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 مصر. احنا اطلعنا على البنيه التحتيه الان وراينا انها بنيه تحتيه جدا مناسبه للمستثمرين القطريين وتضاهي جميع الدول المتقدمه في جميع دول العالم، وبالتالي اعتقد الجانب القطري سيكون متحمس جدا ومتشجع انه يشارك في استثمارات مشتركه مع الجانب المصري ان شاء الله. طبعا مؤتمر مثل هذا يتيح فرصه للقطاع الخاص والقطاع العام بالتلاقي والنقاش في تطوير القطاع الخاص في كلا البلدين. الحمد لله يعني اللي شفناه خلال المؤتمر ان القطاع او الاستثمار في القطاع الصناعي او الزراعي في مصر قطاع واعد ونال كثير من المحفزات، وهي الأمور الأساسية لأي استثمار أجنبي داخل البلد. العلاقات المصرية القطرية تتطور يوم بعد يوم وهي الآن في أزهى عصورها. ينقصنا الترابط الاقتصادي، لأن أي علاقات دبلوماسية وسياسية بتنعكس بشكل سريع على الاقتصاد، وده اللي احنا بنتحقق النهاردة بمشاركة أكبر رجال أعمال من شركات في قطاع الصناعة والتجارة، كلنا بنهدف لزيادة الاستثمارات المصرية القطرية.